مواجهة قوية بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا يستضيفها استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز في 3 مباريات أمام مالي وغانا والكاميرون على التوالي لينتزع أول بطاقات العبور إلى الدور التالي. أما منتخب الأولاد فنجح في حجز بطاقة التأهل للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية بتعادل سلبي مع نيجيريا وزامبيا وفوز على كوتيفوار بهدف نظيف. منتخب الفراعنة يحمل على عاتقه مهمتين في مباراته أمام جنوب إفريقيا، الأولى هي الفوز والتأهل لنهائي البطولة، والثانية هي ضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث أن الفائز في مباراة الفراعنة والأولاد سيتمكن من التأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو، بينما سيلعب الخاسر على المركز الثالث المؤهل للبطولة التي ستقام العام المقبل.